فيش معاه وقت عارف يعيش. انتقل الى الجانب الاخر وهو برضه فئه يعني جانب مهم برضه من الولايات المعاقه هي الجانب الرياضي، وهو ان احنا كلمه مصريين اقل من الوصف الطبيعي بكتير. فرجاء رجاء او نداء الى المسؤولين، لو اي حد من المسؤولين شاف واحنا بنرفع علم مصر بره والعالم كله واقف بيدي تحيه العالم المصري، والله العظيم اللي هيتكسف في نفسه. الوزير يسلمني لما كان الكابتن متولي مطحنه بيتكلم معايا هنا في المركز الاولمبي، بيقول له انا عايزين نستلم المكافآت بتاعتنا، بيقول له انا هسلمها لك في حفله، انا هسلمها لك بس مش في حفله. قال له لا، اللعيبه مش رافضه عشان حتى منظرنا، يعني اللعيبه بتتحايل على الوزير عشان يعمل لهم حفله. احنا ممكن نبعت حد من الجهه اللي من عندنا نقول لهم يا جماعه لو سمحتوا سلموا الشيكات للاتحاد، والاتحاد يعمل لكم حفله ويوزع عليكم الشيكات، وتنسى الوزير ده خالص. ونوجه له دعوه، على فكره نوجه له الدعوه، حضر انا وسهل ما حضرش هو حر. ولو واحد عنده الجراءة أو عنده الشجاعة أو عنده الدليل إن هو يطلع يقول إيه الفرق بيني وبين أي لاعب تاني، بيرفع علم بلده بره زي ما أنا برفعه، بياخد ميدالية ذهبية زي ما أنا باخدها، يطلع ويواجهني ويقول لي عشان كذا وكذا وكذا، وأنا في ساعتها هعتذر وأقول أنا آسفة وأنا هاخد المكافأة اللي هم عايزين يدوها لي، لكن أنا شايفة إن مفيش حد هيقدر يقول لي الكلام ده. أنا عاوز أقول للمسؤولين عن الرياضة في مصر ان احنا كلنا رياضيين وكلنا بنلعب باسم منتخب مصر وبنحصل على ميداليات تضاف لحصيله الميداليات المصريه، فاحنا كلنا رياضيين واحنا شايفين ان احنا لازم كلنا نتعامل بنفس الفكره ونفس التكريم المادي هو واحد. التكريم ان احنا ما بنتكرمش زي الاسوياء. انا ما بقولكش زودني، انا بقول لك نزل الاسوياء ليا، مش معنى كده ان انا عايز اقللهم، انا معنى كده عايز ان انا احس ان انا الاسوياء مفيش بقى اسوياء ومعاقين، احنا بنمثل مصر، عايز احس ان احنا الاثنين بلد واحده بنرفع علم واحد، ما تحسنيش ان انا برفع علم ورق وهو بيرفع علم ورق، ما تحسنيش ان انا بمثل مصر نص نص وهو بيمثلها قوي. مطلبي مطلب عام ليا والغير اللي هيجي من بعدي، المساواة وتكون عدل، مش زي النظام السابق ما كانش فيه عدل، وعشان كده قامت ثورة وأذلنا النظام السابق، ما يجيش نظام يعني أسوأ من النظام اللي كان موجود.